السلام عليكم، معكم شادي العبادي. بهذا الفيديو حنحكي عن هذا الكتاب الرحمن والشيطان للدكتور فاس السواح. طبعا اللي متابعني بالقناة من زمان بعرف ان انا قديش بحب فاس السواح وقديش بحب اقرأ كتب هالبني آدم. مهم، يعني جبت هذا الكتاب، وبصراحة انا بالاول ما كنتش ناوي اجيبه لاني فعليا كنت قاتل عنوان انه عن الفكرة الثنائية بالاديان، وانا فعليا اصلا كنت بعرف هالفكرة قبل، يعني ما كنت معتز الكتاب. بس كالعادة يعني المكاتب العربية وانتو بتعرفوا بتكون بدك تجيب شغلة معينة وما بتلاقيها، فحكيت فاس السواح وماله هات الكتاب. بلشت اقرأ فيه، يعني شدني الاسلوب كالعادة. فاس السواح انا بحب جدا اسلوبه وبحب طريقة تقديمه للمعلومات. وامانة انا بالاول كنت مفكر انه الموضوع بس هيحكي لي انه كذا الفكرة كذا وكيف تطورت الفكرة الثنائية، طلع لا، الموضوع اعمق بكثير من هيك. بالاول او بالمقدمة ببلش دكتور فاس السواح يحكي لنا عن بعض المصطلحات اللي راح تفيدنا بفهم الفكرة بشكل افضل. بيحكي عن العلمانية، مش العلمانية اللي هي خلينا نحكي فصل الدين عن الدولة، لا، هو قصده الدنيوي، يعني مش عارف اشرح لكم اياها، بس قصده يعني كيف نوضح شيء عن الدنيوي وكذا. وتكلم برضو عن الربوبية، وتكلم عن كثير تصنيفات واشياء. بعد هيك بلش يحكي لك عن فكرة الثنائية، بس خطوة خطوة، وكيف طلعت هاي الفكرة لحد ما وصلت لآخر الأديان اللي هو الإسلام. المهم ببلش دكتور فاس السواح يحكي لك عن فكرة الناس زمان في أديان الشرق القديم، العراق، سوريا، هاي الدول كلها تعيش الشرق القديم. وببلش يحكي لنا عن فكرة ماذا بعد الموت، مفهومهم للشر والشغلات هاي. وبلش يحكي انه فكرة او ماذا بعد الموت وهاي الاشياء كلها ما كانت فعليا موجودة عند الشعوب القديمة، بل كل اللي كان عندهم او مختصر اللي كان عندهم انه الناس مثلا بتموت خلص انتهى الموضوع، او بوحوا على عالم شبحي. وهالموضوع كان واضح بملحمة جلجامش، فهي اول ملحمة او اول اسطورة صورت فكرة انه في بعد الموت اشي اللي هو انك تظل شبح. هذا برضو لما انكيدو نزل على العالم السفلي، اللي قرأ ملحمة جلجامش حيعرف لما انكيدو نزل على العالم السفلي وشاف الاشباح. المهم يعني دكتور فاس السواح بقول لك انه هنا يعني كان الناس القديم او الناس زمان فكرة الشر والخير ما كان عندهم فيها مشكلة، لانه فعليا في مجموعة آلهة، والآلهة اصلا القديمة زي مثلا الليل، بعل، الجماعة هاي كلها، عشتار، عشتريت، هاي الجماعة كلها، مادوخ، كلها كانت عندها صفات بشرية. فكان موضوع انه مثلا في شر ولا لا، فهي الشغلات كلها ما كانت تهمهم كثير، وما كان ممكن نحكي هاي من عندي، الوعي البشري بيهتم لهاي الشغلات. فاذا في شر احنا حنزته على الاله المعين، اذا مثلا في مثلا جفاف هذا بسبب صراع الالهة، الخ الخ الخ. وكان الناس زمان لما بلشت يعني الوعي تاعهم يكبر شوي او يستوعبوا اكثر، بلش يستوعب انه لازم اكيد انا حامل طقوس معينة او اشي عشان الالهة تعطينا شغلات، او مثلا احنا هنتقارب الها عشان مثلا تمد بالعمر تاعنا. فكان عندهم فكرة طولة العمر هي شي كويس، لانه اذا متت خلص يعني انتهى الموضوع، صوت شبع. بعد هيك بخذنا الدكتور فاس السواح على مصر القديمة. وبمصر القديمة بتبلش بذوة او بداية فكرة الشيطان والثانوية، يعني انه الهين وكذا او اشي ونقيده. بتبلش اول اشي هاي الشغلات كلها او بذوها بالمصر القديم. فبتبلش طبعا الديانة المصرية كمان ما مات بمراحل، بالاول كان الخلود وقف بس على الملك او الفرعون، بعدك تطور الموضوع بسبب الكهنة وصار ممكن الواحد يدخل الجنة بفلوسه، بعدك تطور الموضوع اكثر لحد ما صار انه اي حدا بيقدر يفوت الجنة، ونابط الموضوع بالاله حورس، او اسف قصدي اوزوريس. لما تم رابط الدين باوزوريس صار الدخول على الجنة عن طريق الأخلاق، وصار عندنا نظام أخلاقي لدخول الجنة، فمن عليه كيف؟ فهسا أنت إذا عملت عمل خير ممكن تدخل الجنة بعملك الصالح، وهذا الإشي ما كان موجود بالأيام القديمة. فقبل هاي الفكرة اللي ظهرت بالدين المصري زي ما حكينا هسا بابل وما بابل قبل، كان الإنسان إذا مات كان كويس أو عاطل خلص الموضوع، خلص انت رايح على مكان تظل فيه شبح. المهم بعد الاصلاحات وبعد ما صار الدين المصري خلينا نحكي في الفكرة واضحة، وصار اوزوريس هو حاكم العالم السفلي وكذا، صارت هيك يعني عندنا مفهوم للجنة، فصار في عقاب، والعقاب هو انه الوحش ياكلك اللي هو اسمه عم اظن، وصار مثلا في فكرة للحساب وكذا، هاي كلها ظهرت في الديانة المصرية بالبداية.
بعد هيك كمان بكمل دكتور فارس سواح وبلش يحكي عن بذوة فكرة الشيطان. وهاي الفكرة بلشت مع الإله سيف اللي هو إله الشر والظلام عند المصريين القدامى. دكتور فارس سواح بيفترض أو بيحكي إنه الإله سيف كان يمثل الشر وكان يمثل القحط، فهو كان يمثل يعني خلينا نحكي الشيطان فكرة أو بشكل أفضل. أما إله أوزريس كان يمثل الخاب وإله الخاب، فكان ظل الاثنين يصار بينهم صراع دائم. الصراحه كان ينتج منه فوز سيف او فوز اوزريس. هذا الفوز اذا فاز اوزريس فبصار مثلا جو كويس، اذا مثلا فاز سيف فبصار كل اشي عاطل وبكثار الموت الخ الخ الخ. فكانت يعني هذا الموضوع خلينا نحكي بيمثل شاء او خير. وكان فعليا قتال هذول الاثنين ما ينتهيش بفوز حدا، فكان دائما يا اله ثاني يتدخل ويجزيهم عن بعض، يا انه مثلا ينتهي القتال بدون اي ولا حدا يفوز. بعد هيك بظهر شخص اسمه زادشت. زادشت هذا فعليا يعتبر اول موحد، وعلى فكره هو فعليا مش اول موحد بس الكاتب بيحكي انه هو يعتبر يعني واحد من اهم الموحدين او الوحيد اللي وصلت لمسارته الذاتيه. زادشت فعليا نادى بالتوحيد بالبدايه، وكان يامن انه الاله الكوني او يعني بده يعمل، هو كان فكره اول اشي بده يلغي فكره التعدد، ولا بده يعمل مفهوم للشر فكره الشر زي ما حكينا قبل، ما كانش بالاول في فكره الشر. ولما جدي المصري يعني عمل انه سيث وكذا وعمل يعني نظام يعني. فزادشت كان يشوف انه الكون طلع كله من اله اسمه هرمزدا وهو الاساس هو الله. هرمزدا طلع منه مخلوقين خلينا نحكي او روحين او كيانين، واحد للخير وواحد للشر، وكان هرمزدا معطيهم الحريه انهم يختاروا بدهم. الاله تاع الشر بلش يخرب الدنيا وبلش يحاول يدمر العالم الخ الخ الخ. اله الخير صار يحاول انه يساعد الانسان، خلينا نحكي وضعك اختصار شديد الافكار بصراحه طويله. بعد هيك تحارب دين زادشت ودخل بالمجوسيه وفيلم طويل، وصار فعليا الدين مش توحيدي، صار في نقيدين، صار في اله للخير واله للشر، هذول الالهين بيظلوا يتقاتلوا على طول. هذا المختصر والكلام بهذا الموضوع طويل، ارجعوا لكتاب ذلك. بعد هيك طلعت لك الديانه اليهوديه، واليهوديه باختصار شديد ما كانش عندها فكره، كانت زي اي دين ثاني بالشرق القديم، لا عندهم بعث ولا عندهم نشوء ولا عندهم هذا الحكي كله، وما عندهم حتى فكره جهنم وهي الشغلات كانت بالاول، بل حتى ما كانوش موحدين. ولكن لما صار موضوع السب البابلي لما اخذهم نبوخذ نصه اتأثر بالفكرة تاع زادشت او الفكرة تاع الفارس بشكل عام، فبسبب هذا التأثر اخذوا فكرة التوحيد خلينا نحكي، او صار عندهم فكرة جديدة للتوحيد. وفارس سواح بيحكي انهم ما كانوش موحدين بل كانوا بيأمنوا بالتفريد، يعني انهم يفادوا واحد او اله واحد بالعبادة وباقي الالهة احنا بنعترف فيها بس احنا مش هنعبدها، هاي هي الفكرة بس. وكان عندهم فكرة بعض الشر كانت بس محصورة بالاله يهوى، يعني ما في شيطان بل الاله يهوى هو المسؤول عن الشر كله. واستشهد بعد ذلك الدكتور فارس سواح بكثير نصوص مش وقت هسه مجال عارضه هسه كلها. بعد هيك كمان تكلم عن الفكره هاي، بعد هيك قال لك انه متاثر بالفكره تاع زادشت، فصار عندهم فهم احسن للتوحيد، جاء فكرهم بالتوحيد صار عندهم بعض مفهوم لمخلوق او شيء للشيطان، وصار يستوعب انهم بزبطش يخلوا انه الشر طالع من الاله اللي كله خير. فعشان هيك طلعت بعض الاسفار المنحوله زي سفا اخنوخ اللي بلش يرسم صوره لمخلوق او ملاك ساقط. بعد هيك شوي شوي وتطلع الديانه المسيحيه، وهي فيها فيلم هندي. الديانه المسيحيه رسمت صوره للشيطان، وهذا كان بسبب انه كان الفكره هذا تاع فكره الشيطان وكذا منتشر بفلسطين حسب فارس سواح زي ما هو بيحكي، وكان برضه الفكره المسيحيه او كتاب الانجيل متاثرين بالاسفار الغير قانونيه اللي كانت سبقت المسيحيه، فاختاروا فكرة الشيطان وكذا، ونسبوا له انه هو سيد العالم الخ الخ وهو المسؤول عن كل الشر الخ الخ، وبنهاية العالم المسيح هيجي يقتله. طبعا هذا الموضوع ما فوت بدون مشاكل، فبعدك طلعت فاق كثير اسمها الغنوصية، والغنوصيين هذول بلشوا كمان يلعبوا ويحكوا مثلا اله العهد القديم هو اله الشر، واله العهد الجديد هو اله الخير الخ الخ الخ، وصافي الموضوع كثير حكي. بعد هيك بسنين طلع واحد اسمه ماني، وماني برضه كان عنده مفهوم جديد للشر اللي هو انه الشياطين، برضه كان يعمل الشياطين شغلتي طلعت من ماده مش من الله، لا الماده هي اللي خلقت الشيطان، وبنهايه العالم برضه بتدمر الشر الخ الخ. وبعد هيك ظهر لك الاسلام. الاسلام على عكس كل الاديان اللي فاتت كان يامن بالتوحيد النقي، هي اولا من اولها، ثانيا ما كانش في فعليا شاب بفكره الشيطان، يعني
الشيطان عمل هيك ولا ما عمل هيك، آدم حينزل، الشيطان وز ولا موزج، احنا داخلين باختبار وكل اشي مخطط من زمان. ففعليا الفكر الاسلامي جاي مختلف عن كل الافكار اللي فاتت، وهو نوعا ما بيهذبها خلينا نحكي. فهو لا شامية في المية، او خلينا نحكي مثلا بنزه الاله مثلا عن فكرة الشام مثلا، لانه هذا كله مخطط ومثلا وكذا وهي وكذا وكذا الى خلاخ. وبنفس الوقت ما بعطي قوة للشيطان على عشان يخاب مثلا التوحيد، لانه هذا الموضوع خاب التوحيد وخلى يظهر زي ما قلنا قبل شوية الغنوصيين اللي صار الخبص يحكوا لك هنا في اله وهنا في اله. المهم صراحة انا بنصح بالكتاب جدا كويس، وعلى فكرة فاس سواح هو ملحد انا حسب علمي، فاللي حس بالكلام مثلا بطعن بشي، فانا مش شايف صراحة بطعن بالدين ولا شيء، لانه بقى من هاي الاديان كلها محافة، ولكن ما علينا من هذا الموضوع. الكتاب بصراحة جميل وبناقش فكرة الأديان، وأنا عجبني الصراحة وكان جميل جدا وحلو، وأنا متأكد 100% إنه شرح اللي هسه حكيته وعدته ما بغطي ولا 1% من الأفكار بالكتاب، مش متأكد بل أنا متأكد 100% إنه ما بغطي ولا 1% من الأفكار، ممكن حتى أفكار أنا وقعتها هسه بحكي بسرعة. المهم يعني أنا عن جد بنصح بالكتاب، كتاب حلو ممتاز جدا كعادة فاس سواح، يعني كل كتبه بتجنن، وكان عن جد يعني كعادته يعني حسيته محايد كالعادة. ممكن ملاحظة على الكتاب اشوف اذا في عندي ملاحظات، ما عنديش ملاحظات صراحة. كان كتاب ممتاز الصراحة، وكانت عن جد واحدة من المغامرات دكتور فاس سواح، والكتاب جدا ممتاز، بنصح فيه اذا كنت متخصص طبعا بمجال الاديان وكذا فبنصحك فيه، اذا لا فبنصحكش فيه كبداية اذا حاب تقابل اديان وبس. اذا عجبك الفيديو حط لايك، اذا ما عجبك مش مشكلة، ويلا سلام.